يعني جاءت الان تقريبا بعض القيادات الامنيه وقالت انه العمليه قد انتهت. نعم. وحصيله يعني الذين قتلوا هذا الصباح هم 7 قتلى بمن فيهم الارهابي كمال القذقاضي. نعم. يعني 7 ارهابيين هم الذين تم يعني القضاء عليهم بما نعم. فيهم اسم كمال القذقاضي قد ذكر منذ قليل، وهذا كما قلت نسوق بكل احتراز. الصور ستاتي بعد يعني سويعات. نعم.